بوكس ومصايب اللانش بوكس. احنا كتير جدا خلاص احنا دخلنا في موسم المدارس واولادنا بيصحوا الصبح، وكل الامهات انا عارفه انهم بيصحوا بدري، ومشكله انهم يظبطوا حاجه لللانش بوكس بيبقى الموضوع مش ظريف، وبيضطروا انهم يعملوها من بالليل. بس بناء على دراسه اتعملت من خلال موقع اونلي ماي هيلث، اكد ان يا جماعه لازم ناخد بالنا من ايه اللي بيتحط لاولادنا في اللانش بوكس، وحطوا مجموعه من الاطعمه اللي ممنوع منعا باتا نحطها كفطار لاولادنا يبتدوا بيها يومهم، واهمهم طبعا فكره المقليات والبطاطس المحمره واي نوع من الناجتس اللي بتتحط انها فراخ، وبتعتقد الام انها فراخ وجبه بس متحمره. ده من اكتر الحاجات الخطر، لانها بيبقى ليها اثر سلبي جدا جدا على اطفالنا. التقرير اكد فعلا ان المقليات بانواعها بما فيها البطاطس والمعجنات واللحوم المصنعه وكل التفاصيل اللي بيبقى طعمها حلو، كل النوعيه دي من الاطعمه بتزيد من خطر الاصابه بامراض مزمنه عديده، وبتضعف قدره الاجسام على ان يكون عندها مناعه قويه تقدر تحارب بيها اي فيروس او اي التهاب او اي مشكله موجوده. علشان كده بقينا بنشوف امراض الكبار في الصغار، يعني السكر ما كانش موجود قبل كده، كل الامراض اللي كانت مصنفه انها امراض كبار بقت كمان هي امراض الصغار. التقرير كمان قال ان تناول الاطعمه المقليه في الصباح بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حرقه معده وعسر هضم، غير ان انت طول الوقت هتبقى حاسس بالتعب والدوار الكسل كمان طبعا كسل. وده يتحط تحت منطلق البرجرز المصنعه، اللانشونات المصنعه. بصوا يا جماعه، على ايامنا زمان اللانش بوكس بتاعنا كان عباره عن كيس بلاستيك محطوط فيه سندوتشين جبنه بيضه، او سندوتش جبنه بيضه واحد مربى، او جبنه بيضه وحلاوه. طب دلوقتي مش هقول لكم تحطوها، او بيض او مسلوق وخيار. انا البيض بيبقى لما بيقعد شويه في الكيس كان بيبقى ريحته مش ظريفه، فكنت بقول لماما ما تعملهوش. لنفترض ان ده دلوقتي الشكل بتاع اللانش بوكس، قسموا السندوتش اربعه، قطعوه بطريقه صغيره، حطوا معاه خيار، حطوا فلفل، حطوا اي تفاح، الوان مهمه جدا، حطوا فراوله، حطوا جوافه قطعوها، خلوا لانش بوكس كله عباره عن خضروات وفواكه لاولادنا. يعني بلاش فكره ان احنا عايشين في دور ان ميني برجرز وميني شاورما وناجتس وكل ما هو سهل، اصل ده هيبقى مغذي للاطفال. كل الدراسات بتاكد انه في منتهى الخطوره ان اولادنا يفطروا بالطريقه دي. ربنا ينجيهم جميعا وما نستسهلش، لان لو طفل بيعيط على سكينه اكيد انا مش هديله السكينه، لان السكينه ممكن يأذي بيها نفسه، فانا مش هستجيب لهذا الابتزاز. واحنا لما نعودهم على نوعيه اكل هم هيعتادوا عليه، فبلاش السكريات، بلاش المقليات، بلاش الحاجات البطاطس والحاجات دي اللي هو بنديها لهم كمان كمكافأة وبيعتادوا عليها، وبالتالي احنا بنعاني وهم بيعانوا من امراض ما كانتش موجودة وما كانش ممكن نفكر انها ممكن تصيب الصغار.